اليوم الخامس من الشهر المريمي، أسرار الحزن. السر الثاني هو جلد يسوع بالسياط. الفضيلة أو الثمرة هو إماتة الحواس. قديش صعب إنه نموت حواسنا الخارجية؟ قديش صعب إنه إحنا نموت هالشهوات، هالأحاسيس الخارجية، هالخطايا الموجودة فينا؟ قديش صعب إنه إحنا نسكت هاي الحواس ونفتح ونصحي الحواس الداخلية اللي بتودينا على السماء؟ قديش صعب إنه أسكت كل شهوة، كل طلب، كل شيء أرضي أنا بدي أتعلق فيه ويخليني متعلق في هالأرض علشان نهايتي تكون نهاية أرضية؟ قديش لازم يكون هالقد صعب ومن ضروري إنه إحنا نصحي هالحواس الداخلية جوانا علشان نكون أبناء السماء؟ علشان هيك رمز العذراء اليوم هو ملجأ الحزانة. أكيد إحنا في صراع وحزن لأنه إحنا مش قادرين نسكت الأرضي ونفتح السماوي، فخلينا نروح بالحزن هذا لملجأ الحزانة ونقول لها ساعدينا، نغلق كل حواسنا الأرضية، كل حواسنا الجسدية، ونفتح الحواس السماوية اللي بتخلينا نشوف النور ونشوف ابنك. يا ملجأ الحزانة، املينا بالفرح يسوع، املينا بفرح الروح القدس، املينا بالفرح الكامل انه نكون مع يسوع في الأبدية بحواسنا السماوية.